أيها الجبناء اهجموا عليه، أنتم تفوقونه عددا. سوف أبعدكم عن الماء، لابد أن آتي بالماء للأطفال. هيا بنا لنهرب، سوف يقضي علينا جميعا. هروب هروب، هذا المقاتل هو العباس بن علي بن أبي طالب، سوف يقتلكم وسوف يمحيكم عن بكرة أبيكم. ويلكم أيها الجبناء، لا تنسحبوا من أمامه، سوف أعاقبكم. يا شمر بن ذي الجوشن، أتظن نفسك شجاعا؟ هذا هو ابن قتال العرب، هذا ابن قالع باب خيبر، هذا ابن علي بن أبي طالب، تعال بنفسك وقاتله. صدق الرجل، كثيرة من 4000 مقاتل لم يستطيع إيقافه، أيظنني خبيا ليبارزه بنفسي؟ أرجوك يا عمي، أريد ماء، أنا عطشانة، أريد أن أشرب، أرجوك يا عمي اجلب لنا الماء، أريد ماء. سيدي سيدي، نريد شربة ماء واحدة، أرجوك يا سيدي، ما أريد أن أشرب، أختي عطشانة.
إن الأطفال يضجون من العطش، وهذا رضيع الحسين وقد جف لسانه، فأنت ساقي العطاش. ما الأمر يا حبيبتي؟ عمي أبا الفضل، هل ستأتيننا بالماء؟ نعم يا حبيبتي، سوف آتيكم بالماء إن شاء الله. أوصيك يا عم، إذا شربت الماء فتذكر عطشي. والله لا أشرب الماء وسيدي ومولاي الحسين عطشان. ويحكم، إذا وصل الماء لخيام الحسين وأهله والله لا يبقى منكم أحدا. لقد هرب الرجال والفرسان من أمامه، لا قدرة لنا على مواجهته. فماذا نفعل؟ لا بد من إيقافه. لا تقلق، سوف نخبره. سوف أنتظره حتى يمر من هنا لأنقض عليه وأقتله. والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين نجد النبي الطاهر الأمين. الآن سوف أقطع يده الأخرى. يا نفس الله لا تخشي.